قبل ما اختم كلامي مع حضرتك، عايز اسالك سؤال خارج المباراه. رايك في وليد ازارو واداؤه مع نادي الاهلي، وهل حضرتك شايف ان عنده فرص في الوجود ومع منتخب المغرب في كاس العالم؟ مين وليد وليد ازارو ازارو؟ طبعا. على فكره يعني والله العظيم انا بقولها صحيح، يعني عنده حدود انه يكون في مع المنتخب المغربي، لان وليد ازارو يعني لعيبه قدير وقدر انه يحقق نفسه داخل الاهلي، فهذا يعني انه ما دام انه لاعب رسمي ضمن اتحاد يعني النادي الاهلي ويحقق نتائج ويسجل، فهذا يعني انه لاعب يستحق الوجود ان هو مع منتخب مع بلاده. المنتخب المغربي يعني. استاذ ياسين لازم يكون مع منتخب بلاده يعني. استاذ ياسين سعد الله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، بالتوفيق بكره ليكم ان شاء الله اشقائنا المغاربه في مباراه السوبر امام مازيمبي. لسه مكملين مع حضراتكم وكواليسنا واخبارنا كنا